بات من اكثر الوصفات اللي سهله وكتعجب الجميع. اليوم غنقترحوا عليكم بطريقه جديده، تبعوا معنا الحلقه باش تشوفوها. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وليمه مع حليمه. وصفتنا اليوم لي بات بالصوص والكفته والخضر، وصفه سهله وكتجي لذيذه بزاف. بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوها. غادي نحتاجوا في المكونات كفته، فرماج محكوك اما الحمر او الموتزاريلا، ملح، بزار، صوص طوماط جاهزه او ممكن تحضروها، يعني سهله يكونش فيها بزاف المكونات، فقط مطيشه، بصله الا بغينا، ثومه واي اعشاب منسمه، ملح والبزار، كنطيبوهم وكنطحنوا كل شيء. زيت الزيتون، لي بات اي نوع كتفضلوه كنسلقوه مع الماء، شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت، كنصفيوه وكنخليوه على جنب. خيزو اللي كنقطعوه بهذا الشكل وكنسلقوه. فلفله الوان، هنا عندي هنايا الصفراء والحمراء وكذلك شامبينيون. نخليكم مع لائحه المكونات وغندوزو مباشره طريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. المقله غنديروا شويه ديال زيت الزيتون، غادي نزيدوا الفلفله الحمراء والصفراء شامبينيون معلب وخيزو اللي كنكونوا سالقينو، يعني بحال مطيبينو من الطياب حيت هو كياخذ شويه الطياب في المقله. غادي نزيدو معاهم شويه ديال البزار، الملح، غادي نخليهم يتشحروا حتى كنحسو بان الفلفله طابت. ملي كطيب الفلفله غادي نزيدو الكفته، كتبقى الكميه اختياريه، انا عندي تقريبا واحد 200 غرام حتى 250 غرام. نحاولوا نفرتوها ونقليوها معاهم. ملي كتشحر الكفته كنزيدو صوص طوماط اللي وجدناها من قبل، صافي وكنخلطو كلشي وكتكون لاصوص ديالنا واجده. غادي نزيدو معاها لي بات لي مسلوقين، كنزيدو الفرماج محكوك، صافي غادي نحرك كلشي مزيان حتى كينسجمو وكنحسو بان لي بات شاذبو لاصوص، ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديالو في التقديم. الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا اليوم هو هذا، بعد ما لي بات نسجمو مزيان مع الصوص والكفته والخضار. وصفه غنيه متنوعة واكيد كتجي لذيذة بزاف. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، كنشكركم دائما على المتابعة، وما تنساوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لبرنامجكم وليمة مع حليمة، والى اللقاء.